كما تلاحظون معي يخطف الأضواء من الجميع اليوم، يدخل مباشرة في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، مما يؤكد جاهزية التامة. دقائق على انطلاقة هذه المباراة، نتمنى نشاهد مباراة تليق بالمستوى. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم، أجواء رائعة جدا حقيقية هنا في ملعب المباراة. وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لدينا اليوم فريق وولف في مواجهة وولفرهامبتون. هذه هي كرة القدم الحقيقية، وهذه هي الأجواء التي نتمناها ونبحث عنها في كل مكان في العالم. كان محور حديث وسائل الإعلام في الأيام الماضية بعد غياب طويل يعود للمشاركة بعد أن تعافى من الإصابة، واليوم نشاهده يشارك مع الفريق من البداية. نعرف بأن لاعب مهم في صفوف الفريق، وعودته ستعطي دفعة معنوية كبيرة لزملائه. حتى على الصعيد النفسي تواجده في الملعب يعطي الجماهير أريحية وثقة كبيرة على قدرتهم في تحقيق النتيجة الإيجابية. تبدأ المباراة رسمياً مع انطلاق الشوط الأول. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر، مساحة متواجدة على الجناح. أداما يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. اليوم أصحاب الأرض بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل احتلال صدارة الترتيب، دافع قوي لنشاهد مباراة كبيرة. الصدارة في هذا التوقيت من الموسم ونحن في النصف الأول من مرحلة الرياض في غاية الأهمية، لأنها ستجعل الفريق يقترب أكثر وأكثر من اللقب. هذه كرة هدف الآن، لقطة هدف لكن الحارس موجود، يتألق ويدافع عن المرمى. تمريرة في المساحة الفاضية، ضاعت الهجمة هنا، راية مرفوعة وتسلل صحيح بسبب التأخر والتمادي في الاحتفاظ بالكرة وعدم التمرير في الوقت المناسب. تدخل اللاعب يفقد الكرة. وولف ينطلق بالكرة للأمام، الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. يتقدم بالكرة، راح فيها، خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. اعتراض في تمريرة محمد صلاح، تصويب الآن، تصدي ولا أروع في هذه اللقطة، مجهود كبير في الارتماء. كرة قصيرة، خطأ يحتسب الحكم ويعلن عن ركلة جزاء. ركلة جزاء فقط بدون بطاقات. ركلة جزاء لافتتاح التسجيل. كرة سهلة في متناول حارس المرمى، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. مساعد الحكم يعلن عن وجود تسلل في هذه الكرة. الكرة بتضيع من بو صلاح، فلوريان فيرتز. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. تسرع في التحرك يقع من خلاله في مصيدة التسلل. فلوريان فيرتز ينطلق بالكرة نحو المرمى، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى،
يخلص الكرة في مربع العمليات. التمركز الجيد يساعده في قطع الكرة. محمد صلاح بيتخلص من الرقابة، يبعد الخطورة. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. مرة أخرى الفريق يفقد الكرة. بينية خطيرة. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. النتيجة السلبية مع نهاية الشوط. يبدأ مشاهدينا شوط المباراة الثاني. التعادل هنا بين الفريقين مستمر في هذه المباراة. نيلسون سميدو. تصل إلى فيرتز. نيلسون سميدو. يا لعيب، شوف الجيك اوت في اللقطة الماضية. يستعيد الكرة بأداء دفاع قوي جدا. الصحافة الرياضية مشغولة هذه الأيام بأخبار العروض. صلاح والكرة خطيرة الآن، وهدف افتتاح النتيجة والتقدم في اللقاء عن طريق المصري محمد صلاح. نشوف الهدف من جديد. كرة بدأت من تمريرة عالية من فوق الدفاع، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. تدخل والكرة بتروح. حلو التدخل من اللاعب، بيخلص فيه الفرصة الماضية. استحواذ كبير على الكرة من جانب الضيوف في هذا اللقاء، لكن نستطيع أن نقول بأنها سيطرة سلبية لا تحقق المرجو منها حتى الآن. حتى اللحظة لا يشكل فريق أي تهديد حقيقي على مرمى الخصم، ويبدو ممكن هذه ممكن كرة التعادل. خطيرة الكرة ما زالت، لكن الراية تعلن عن وجود حالة تسلل في هذه اللعبة. الحلول تبدو قليلة أمام هذا المدرب، لكن الآن تبديل تكتيكي ويأمل تغيير مجريات هذه المباراة فيما تبقى من وقت. يستعيد الكرة بهذا التدخل. يا لحيب الله على التمريرة. الفرصة كانت خطيرة، كان ممكن يسجل فيها، لكن اللمسة الأخيرة. نتكلم عن اللمسة، شوف الكرة سهلة الحارس المرمى، ما كانت النهاية المطلوبة في اللقطة الماضية. كرة سهلة عند لونين. يحاول أن يشكل خطورة. فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. تدخل ذكي واحتراف الكرة. مساحة موجودة على الأطراف. كرة بتروح للمنافس. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. عمل جيد في قطع الكرة. فلوريان فيرتز.
10 دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، كان ممكن يكون في حلول كثيرة في هذه المحاولة اللي كانت مرتدة لكنها فشلت في النهاية. ست دقائق فقط ويطلق الحكم صفرة النهاية. روبن فيناغري وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة، ممكن تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. خطورة مستمر، فرصة من جديد لكرة التعادل. يا رب، تصدي خرافي من حارس المرمى. تغيير الآن في صفوف الفريق. ركنية في المنتصف، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. لن علي استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. فرصة خطيرة الآن، لابد أن تستغل هذه الكرة. تصدي يحافظ على حظوظ الفريق في إدراك التعادل حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء. تنطلق إلى مصافرة نهاية المباراة وينجح أصحاب الأرض في الفوز اليوم. الأمور استمرت متقاربة بين الفريقين حتى النهاية، لكن الفريق انتزع الانتصار. المهم في النهاية هو 3 نقاط وفرق الأهداف لا يهم بالتأكيد. اليوم شاهدنا تألق كبير جدا من جانب صلاح، أداء رائع، هذا ما نتوقع من نجم بحجمه وقيمته وإمكانياته. أعتقد بأن سعيد جدا بما قدم في أرضية الملعب، خاصة بأن من أحرز هدف التقدم لفريقه واللي كان سبب الفوز.